شيرين عبد الوهاب تثير الجدل مجدداً، حفيدتا كاظم الساهر تخطفان الأنظار في لوس أنجلوس، إلهام شاهين تتجاهل التنمر، وإطلالة غريبة لويجز في موسم الرياض. إليكم أبرز ما تفاعل معه رواد السوشيال ميديا وتصدر عناوين الصحافة الفنية الأسبوع الماضي. أثارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل مجدداً بإطلالتها الكاجوال خلال حفلها الأخير في الكويت، إلى جانب ظهورها بوزن زائد وبكائها متأثرة بما غنت. وتباينت الآراء على مواقع التواصل بين إظهار الدعم لشيرين واستغراب الحال الذي وصلت إليه بعد أزمة طلاقها الأخيرة. وخلال حفله في هيوستن أصيب المطرب العراقي كاظم الساهر بدوار وأكمل الحفل جالساً على كرسي بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو تداولها محبوه على تويتر. وخطفت حفيدتاه آيا وسنة الأنظار حينما غنتا مع جدهما في حفل لوس أنجلوس الذي أكمله جالساً على الكرسي بعدما اعتذر من الجمهور بسبب كسر في رجله. وحظيت ليلة مغني الراب المصريين عفروتو ومروان بابلو وويجز بإقبال وتفاعل كبيرين في موسم الرياض. وإلى جانب الحشد الجماهيري ركزت الأخبار على إطالة ويجز التي وصفت بالغريبة، وخمن بعض المتابعين على مواقع التواصل أنه استوحاها من إحدى إطالات الفنانة المصرية هدى المفتي التي شارك معها مؤخرا في مسلسل بيمبو إلى جانب الفنان المصري أحمد مالك. ومع اقتراب موسم العرض الرمضاني ظهرت بعض الانتقادات للحملات الدعائية للمسلسلات، وأبرزها إعلان الفنان المصري كمال أبو ريا انسحابه من تصوير مسلسل المداح إلى جانب حمادة هلال، وذلك بسبب عدم رضاه عن الحملة الدعائية للمسلسل والتي تجاهلت وجوده بحسب قوله. لكن أبو ريا صرح مؤخرا بأن الأزمة حلت. كما تعرض مسلسل توبة من بطولة الفنان عمرو سعد للانتقاد لكونه مستوحى من بوستر مسلسل أركين بحسب متابعين على مواقع التواصل. وعلق محمد رمضان بطريقة طريفة على انتقاد أحد المتابعين لبوستر مسلسله مشوار، والذي تساءل عن سبب حمله الحقيبة في البوستر طالما أن لها عجلات. ويتواصل الجدل حول إطلالة إلهام شاهين في بوستر مسلسل بطلوع الروح، معرض المسلسل لدعوات المقاطعة وسط مزاعم استباقية بإساءته للإسلام. من جهتها أكدت الفنانة المصرية أنها لن تلتفت لأي تنمر ضدها لأنها تعرف أسبابه، والرد سيكون من خلال عملها الذي له رسالة سامية بحسب تعبيرها. إننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلي كلمة الحق. تكبير الله.